السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ال 12 دوز أفريل ابن زناف أول بيضة الحمد لله، وكان نحطوها ومدلوها مع البيض الاصطناعي يا رب. بسم الله، هز البيضة هاك حطوها هنا بربي إن شاء الله، نوقفوها هاك، نحطو البيضة الاصطناعية إن شاء الله، نقفلو عليها هاك ونرجعو العش وربي يجيب الخير إن شاء الله. الإبداع للعش بربي إن شاء الله بيكون على الخير. فوالا ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. انا نتبعو بربي ان شاء الله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.